حاجات مهمة جدا نروح نشوفها ونرجع مرة تانية. كل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، مستمرين مع حضراتكم وتغطية خاصة لكواليس بعثة النادي الأهلي في بريتوريا والعودة من جديد إلى أرض جمهورية مصر العربية من داخل طائرة النادي الأهلي. الأهلي معي في هذه الأثناء أحد أفضل اللاعبين اللي تم ضمهم في فريق النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، واللعيب اللي دايما جماهير النادي الأهلي بتثق فيه، جونيور أجاييه. جونيور واحد من أفضل اللاعبين اللي تم انضمامه للنادي الأهلي، بيقدم مستويات أكثر من رائعة، جماهير النادي الأهلي دايما بتثق فيك، ده بيمثلك إيه؟ First I would like to appreciate the love and the support the fans has given me from the first time that I arrived at the club, and it's a privilege for me to be among one of the favorites and the important players of the club. Every player is important because everyone has their duty to do so. I really appreciate the love and the support they have for me. واول حاجه طبعا بقدر الحب ده وسعيد بيه، لانه هو استقبلوني بحراره شديده من وقت ما جيت ومحتضنني، وانا سعيد بحب الجماهير ده، واي لعيب بيحتاج ده عشان يدي اكتر حاجه عنده، افضل حاجه عنده. جاي شايف حاله من يعني عايز نتكلم في المباراه الاولى هنا في القاهره، كان اجاي واحد من نجوم اللقاء، وشفنا الهدف اللي صنعه لعلي معلول وادى لقاء اكثر من رائع. اعتقد نتيجة لقاء الذهاب وادائك الجيد سهل علينا لقاء العودة. The first match in Cairo was a very important win for us, and all the players from the bench and the players outside was very supportive, and for me to have make assist in the match, it's a good thing for me and for the team. So I think at the end we are so happy to have the 2-0, the 2-0 in Cairo, and this gives us a lot of confidence in South Africa here. طبعا الماتش الاولاني كان نتيجته مهمه جدا ومؤثره في الماتش الثاني، انا عملت اسيست في الماتش الاولاني بس ده بقى بفضل معين تعاون زمايلي معايا، والنتيجه كانت سعيد بالنتيجه 2-0 في ماتش الذهاب، لان سهل لنا الامور في جنوب افريقيا لما لعبنا ماتش العوده. أجاييه واحد من اللاعبين اللي بينسجم مع اي لعيب بيلعب جنبه، يعني بنشوفه وهو في راس الحربه بيبقى في انسجام ما بينه وما بين اي لعيب بيلعب تحتيه، وهو بيلعب كجناح بيبقى في انسجام كبير خاصه بينه وبين علي معلول. Yes, that is why we are a team, you understand? It's just the understanding, you know. You need to know your teammates, you need to know what they want and what they don't want in the game. So either I play as a striker or as a winger, it doesn't matter. It depends on the coach choice. So as a professional, I'm ready to play any position as long as the team has victory and the team keeps winning. This is my target. طبعا مهم جدا لاي لعيب انه ينسجم مع لعيبه بتلعب جنبه، و ده لازم زي كلاعب محترف العب في اي مكان يوظفني فيه المدرب، سواء راس حربه او وينج، المفروض العب كويس، انا لعيب محترف، واهم حاجه ان الفريق يكسب في الاخر، العب دوري في المكان اللي هلعب فيه، في المركز اللي هلعب فيه، ادي كويس وانجح فريق واحقق افضل نتائج. مستر فايلر دايما بيختص اجايب بعض التعليمات في الشق الهجومي، لما اجايب يبقى راس حربه في النادي الاهلي وبيصنع الفريق دايما مع النادي الاهلي. Yes, I think I appreciate the coach for the opportunity he gave me and every other players. The coach has been very good to me. So, and the coach, he knows every one of us. You know which position we're good and which position we are better. So, if he asks me to play in the striking role, I think he has his reasons. If he asks me to play the midfield or winger, I think he has his tactical reasons. So, the coach knows us better. أفشى حبيبك. عفشة لعيب كبير. حبيبك. لعيب كبير. لعيب كبير. أنت لعيب كبير. عايز تقول إيه لأجاي؟ يعني أجاي واحد من اللعيبة اللي ما تحسوش غريب على النادي الأهلي، يعني في حالة حب انتماء ما بينه وما بين اللعيبة، انسجامه السريع مع النادي الأهلي. يا عم ده مش لعيب أجنبي، ده من أرض اللواء. ده عايش جنبي في نهاية وقنبرة وكفر عجيب وأرض اللواء. لا بتتكلم عرب احسن مني شويه، يعني مش كتير شويه. ايه ماي فريند عايز اقول ايه؟ ها؟ I speak English and translate. Okay, Afsha is a good player. He's a very important player, you know, and he's very effective in our team. نشيط كده فريق، واحد من افضل اللعيبه في الفريق وواحد نشيط له دور كبير في الفريق. عايزين نساله قبل افشا ايه في هديه في عيد ميلاده؟ We give him a gift in Cairo, sure. بس جابوا له تورته على فكره. افشا حابب تقول ايه لاجاي؟ يعني اجاي واحد من اللعيبه اللي تلاقي جماهير النادي الاهلي بتحب اجاي، مرتبطه باجاي، بيصنع الفريق في توقيتات مهمه جدا. احب اقول له هو طبعا لعيب كبير مش محتاج ان انا اتكلم عليه،
جايين من لعيبه الكوره، لعيبه كويسه جدا ومن احسن الناس اللي بتلعب كوره، وانا بحب العب معاه طبعا وبحب العب معاه على طول، ودايما بتكلم معاه ان هو بيتكلم عربي كويس بس، فاتمنى له دايما ان هو دايما مستمر معانا ومبسوط معانا، وهو اخ لينا وهو عارف حاجه زي كده، يعني هو مش غريب وهو عارف حاجه زي كده في مصر يعني، واتمنى ان شاء الله دايما في تالق كده عشان ربنا يكرمه معانا ان شاء الله. الاكلات المصريه اللي انتوا اكلتوها الاجاي، ايه الاكلات المصريه او اللي هو بيحبها في مصر؟ الافوكادو بالعسل قوي على طول، يشرب بعد التمرين افوكادو بالعسل على طول، بس مش اكل ده شرب عصير، لكن اكل ما اعرفش ما جربتوه، بس هو بيحب الكشري. Which food you like? Yes, kosher. Kosher, yes, very good. It's one of my best Egyptian food that I like. It's very good. عايز اكلمه في نقطه يعني بالتحديد لاجاي. اجاي ممكن في بدايه اللقاء تبقى الكره معنداه، لكن اجاي بيبقى واحد من اللعيبه اللي بيعرف يدخل نفسه، بيعرف يدخل نفسه في الجيم بسرعه، يعني سريعا بيعرف يدخل نفسه في الجيم. لا ان جنرال، ممكن الكره في بدايه الماتش تبقى معنده، تبقى معنداه، لكن بيعرف يدخل نفسه في الماتش كويس. Yes, this is all about concentration, you understand? The first minute does not determine the game. You have 90 minutes and your first minute you should not... first it's good to have a first touch, but when you don't have a first touch in the good first minute, you have to concentrate more in the game. So if I have a bad first half, I try to, in the second half, to do more and to correct myself. مواجهة فريق الوداد في الدور نصف النهائي، وجماهير النادي الاهلي مستنيه منكم بطوله افريقيا، شايف المباراه ازاي وتوعي جماهير النادي الاهلي بايه؟ Yeah, we know. We know our next game against Wydad is going to be a tough one. We know because we played them. I think last three seasons in the Champions League and in the final. So we know it will be a more difficult than the game of Sunday. But we are ready. We are ready, and we'll make sure we'll make the fans proud with their support and with their love. في ماتش الوداد هيبقى صعب، احنا لعبناه قبل كده في النهائي من حوالي 3 سنين، الماتش هيبقى صعب علينا، بس احنا مستعدين وهنحاول نكون فخر لجماهيرنا ان شاء الله، نحقق نتيجه كويسه قدام الوداد في السيمي فاينل. اشكرك يا جاي، وان شاء الله نبارك لك وانت شايل كاس البطوله. يو ويلكم، ان شاء الله we'll do all our best and we'll make sure we'll take the cup at the end. Thank you. ان شاء الله نكسب الكاس باذن الله مع بعض.